الاخير دارجين ما حررش هكا بالضبط سي امين باش ما تعلقليش على الوقت 48 و 49 تو بالضبط دونك وقيت لافو انتوكس تو سيت انفو انتوكس انفو انتوكس رئيس يامر بتامين مهر لاكثر من 200 عروس يعني الدوله باش تتكلف بمهر 200 عروس 200 عروسه اي في علاقه بالكورونا ممكن بعد مهر اي اي مازال هو مهر انفو انا في تونس يعطيو المهر يعطيو رمزيه رمزيه عاديه معناها 200 يعطي 200 دينار خلاص تونس معناتها 200000 دينار دينار مهر في تونس يعطيو دينار اي يعطيو اي انفو لا توكسيك انفو 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 بي انفو رئيس شكون؟ رئيس الشيشان بنات الشيشان وجمال بنات الشيشان دايوغ اعطى اصدر في وقت سابق تعليمات لرجال الدين بتجميع قوائم اشخاص راغبين في الزواج وما عندهمش قدره الماليه للقيام بذلك بما في ذلك بسبب قيود الحجر الصحي واشار مفتي الشيشان اللي تم تجميع قوائم راغبين في الزواج كيما المنحه بتاع 200 دينار نتاعنا 200 كهو راغبين في الزواج طلعوا آه لا ممكن اكثر من أن تم انتقاء 200 اللي تم انتقاء 200 ولا ظهر فيه المهر غالي في الشيء اي اللي عندهم صعوبات ماليه خاص تم تخصيص صندوق اقليمي زاده لشراء 207 مهر بالضبط باش تحصل عائله العريس على 50000 نعم 207 50000 50000 روبل معناها روبل روسي معناتها 730 دولار بالضبط 730 دولار لحفل الزواج وين باش تتقدم غاليه 730 دولار المهر 730 دولار هي مكاليف تكاليف حفل الزواج بعديك باش تقدم في النهايه 730 دولار تكاليف حفل الزواج كامل 730 في المهر باش تتقدم من بعد في شكل مهر للعروس 730 دولار تعرس بهم معناتها 730 دولار لا معاهم اجراءات اجراءات الحجر وغيره معناتها الكورونا فوالا دونك يعطيه الصحه كيما المنحه نتاعنا كيما المنحه نتاعنا هما عملوا للعرايس به فتاة طفلة تفقد حياتها بسبب محاولتها لإعطاء الحرية لببغاوات لتأر الببغاء ممكن طلعتش في شاش ما هو في الحرية شنو عودها عودها فتاة طفلة تفقد حياتها بسبب إعطائها الحرية لتأر الببغاء ينجم يكون حابش تعاونهم هكا حاجة في بلاصة مسكرة انتوكس انتوكس انفو بيه يا سيدي انفو انفو حتى نعرف طفله عمرها 8 سنين بالضبط تفقد حياتها في جريمه بالحق يندى لها الجبين هي جريمه بسبب محاولتها اطعام طيور الببغاء في الباكستان تحديدا فتحت سلطات التحقيق بعد مقتل طفله عمرها 8 سنين بعد محاولتها اطعام ببغاوات من خلال ادخال يدها في القفص وبحسب سي ان ان الطفله ضربوها حتى الموت لتسببها في هروب الببغاوات من القفص دونك جريمه مسكينه صغيره بون هلا الجرائم كثرت شفنا تاع الفيله اللي هذيك مفخر الاناناس المفخر وتوها طفله في جره ببغاء مع تفقد حياتها شنو باش نقول؟ توكس طلعت انفو توكس ان شاء الله يطلع باهي الاخبار اللي بعده القبض على امراه محكومه 3500 عام سجن 3500 عام ديناصور حاكمين الرجال قداش عامله من قضيه هذه؟ ما نعرفش 3500 نجم يكون 3500 راه لوجيك في نجم يكون اي عاديه راه تلمهم في قبض اي صحيح شيكات كل هذا مجرم يرتكب عديد شيكات برك يوصلوك 1000 عام ساعات نجم يكون لوجيك الاخبار صحيح سي سي مش سي ما انقسمش ليه 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 ما قلتش ما زلنا حتى انا ما قلتش لا ما قلتش الاخبار شنو الاخبار صحيح لكن سنوات السجن هذاك علاش قلت لك ما تقسمش هو هذاك الاخبار يا انفو يا انتوكس بي نوحي انا اي ليه 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 ما تقسمش طلعت 3490 اي شنو انا سيدي انا قلت الاخبار وهذيك هي اللعبه انفو ولا انتوكس انا تحصل فيها انتوكس في الاخبار انتوكس اي ميساج تحصل فيكم هذيك مهمتي لهنا في الغبريك هذا انتوكس انتوكس دونك انفو قلت انفو قلت انفوكس ممكن انتوكس انا وامين قلنا انتوكس ونرجع للفار نرجع للفار فما فيديو غادي ليكس مازال تو يدخل لي احمد بن احمد من غادي ما يلعبش بملكتي سيمان تاع قداش حكم عليه هي باش نقول لكم دوريه تابعه لفرق الابحاث العدليه بالحرس الوطني بتونس اليوم تمكنت نهار سبت في تونس القابض اي على امراه عمرها 28 عام انتوكس هي ما ولا انفو
انفو انتوكس العدد تاع الشقوق. معنى العوام انت هو كنتكم في الدندان محكومه ب 1297 عام سجن. 28 سنه. اي 28 سنه. 28 سنه القضايا. 1297 كلهم ضحايا لسرقه واصدار شكوك بدون رصيد. اي تشوف عند 34 بطاقه جلب ومحكوم عليها ب 1297 77 عام. باش نقولوا نقولوا ربي 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 معاها. كاو؟ باهي. 1277 راه واش بيه؟ انا صحيح معايا عباره طول طو محكوم. شاي. باهي اعتداء جديد للشرطي على امريكي من اصول افريقية. عادي. نجم يصير. بعد جورج فلويد. لا. هي تنجم تصير. امريكا تصير. هي تنجم تصير اما نتصور راهي صارت عليه راهي خاصت عليها الدنيا. عفو. انا نقول انتوكس. عفو. ما المظاهرات لا مش على فاست كل يوم المظاهرات اللي قلت لكم ساره بكري على الفاست هذيك داخل الدهسه هذيك في نفس المظاهرات اللي هي في في واش في فيرجينيا بلوتو اللي قلت لكم عليها المره مش قتل اما الشرطه الامريكيه اعتدت على شاب من اصول افريقيه بالضرب في حادثه مشابهه لحادث جورج فلويد رئيس الشرطه انشر لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبته على جسد نتاعو مو عندهم دي كاميرا وفات ووصف اعمال الضابط اللي هي اجراميه وقال المحامي اللي يمثل الضابط المتهم انه بدا يراجع القضيه واللي المحكمه لازم يمشي المحكمه وما نجمش يعطي حتى تعليق توا حتى لين المحكمه تعرف التفاصيل تم علاج ضحيه في المستشفى بيان سور الحمد لله ما صار له حتى يروح لدارهم هذاك عليه في فيرجينيا قلت لكم معناتها صار هذاك الكل نهار الاحد العنصرية موجودة مازالت موجودة بارتو في امريكا في العالم, في العالم هو كل تونس اما امريكا بصفة كبيرة معناها ربي معاهم ربي معاهم في امريكا دونك فوالا كانت هذه انفو انتوكس اليوم انفو انتوكس انفو انتوكس ما عجبتهم العيشة في امريكا مرحبا معناها عندنا نحن سنة السياحة ثاني احسن من السياحة احنا ندلوا توا ما عادش اي وجهة جاوب حدانا مرحبا لا ما نقبلوش امريكا مرحبا بهم باهي يا سيدي بسيدك دونك احنا راجعين بعد الاخبار مكملين معكم في ساعتنا الاخرى في ترانكيلا خليكم برشي معنا